لقد انطلق الإمام زين العابدين بعيداً عن ذاتياته وبعيداً عن آلامه وأحزانه ليمارس دور الإمامة وليؤكد القيمة الإنسانية الروحية التي يتميز بها أهل البيت عليهم السلام. فعندما دارت الدائرة على الأمويين في المدينة جاء مروان بن الحكم الذي أراد من والي المدينة أن يعجل بقتل الحسين إذا لم يبايع، جاء إلى وجهاء المدينة ليترك عائلته عندهم لأن عائلته كانت تبلغ كما يقولون 400 بين امرأة وبين طفل، ولم يقبلوا ذلك. ولكنه عندما جاء إلى علي بن الحسين عليه السلام قال له: ضم عائلتك إلى عائلتي. ورعى الإمام زين العابدين عائلة مروان بن الحكم الحاقد على أهل البيت عليهم السلام والذي هدد بقتل أبيه الحسين عليه السلام في المدينة، حتى قالت بعض بنات مروان كما ينقل التاريخ: لم نجد رعاية في بيت أبينا كما وجدنا الرعاية في بيت علي بن الحسين عليه السلام.